بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها أن يسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 315 جابدة حجازة. وجدتني في سفينة نيلية معطلة عن العمل لغلبت الفئران عليها، وبيدي عصا ذات رأس حديدية وبها نفاثة غاز، فرحت أقتل الفئران ضربا وخنقا حتى طهرت السفينة فعادت إلى القيام برحلتها إلى القناطر الخيرية وخاصة في الليالي القمرية. الله، جميل. سفينة نيلية معطلة عن العمل لغلبت الفئران. سفينة نيلية، سفينة نيلية، هذه سفينة الوطن. ايه اللي معطل سفينة الوطن؟ ايه اللي معطلها عن العمل؟ امتلاءها بالفساد والمفسدين حتى تعطلت عن العمل. وهنا بيتمنى مفكرنا العظيم نجيب محفوظ ان لو معاه عصا سحريه يستطيع بيها انه يقضي على هؤلاء الذين ياكلون الاخضر واليابس، هؤلاء الذين ينهبون ثروات الوطن ويعطلوا سفينته علشان تروح عند القناطر الخيريه. بعد ما نتخلص من الفساد والاستبداد هتمشي السفينه وحنروح للقناطر الخيريه حيث الخير والجمال والتقدم والحضارة، اللي موقفها هو الفساد اللي سبب من اللي سبب او نتيجة للاستبداد السياسي. وهذا ما قدر الله لنا ان نقوله، والله اعلم.